سميتي لطيفة، أنا كنت خدامة، مني جات كورونا ريحت بقيت خدامة. كنت خدامة مع دي وأنا كنسيق من البيرو بالنهار، ما كان داري لي لا وراق لا حتى حاجة. أيوا سيدي، مني جات كورونا جلسنا ما كانش اللي عرفني. دابا أنا جالسة في الدار ما لقيت ثمن ناكل، جا مول الدار كيقول لي خلص لي الكرا، وانا ما عنديش باش نخلص لي الكرا. قطع لي الضو، بقيت معصفة مع 15 يوم هو قطع لي الضو، وانا دابا بقيت معصفة مع طلع لي الطنسير 24. دابا شهر مني تشللت ما لقيت حتى واحد يعاوني لوالو، مضطر لي خلص لي مليون و200 ولا خويا ناري. وين واحد يوصلك؟ ما عنديش لغيس. راه كنطلب الله كل واحد يعاونوني حتى ما سمعت. دابا انت ما كتمشاش؟ ما كنتمشاش، واه لقيت تاني كنوزوش نتمشى ما لقيتش. يعني انت كنتي خدامة على الولاد ديالك؟ الحمد لله، 12 عام وانا ساكنة عندو، انا كنخلص لي 150,000 كورونا. كنت كنتضر منهم اللي انا عطيه امر بلان عطيته 130 ميسين و 30 الف اي فاسر مدقطع يدو. انا را كنت خدامة الحمد لله على ولادي، كان خلص الكرا 150 الف فرق في السكن خلص لي 12 عام وانا ساكنة عنده. من كورونا جلسنا ما كاين لا خدمة لا والو، كيعاونوني الناس كان خلص لي كان عطي شوي بشوي. دابا قال لي خلص لي مليون و200 ولا خوي، انا ما عنديش منين نجيب لي. طلع لي الطانسيون، انا جلست فركنا 3 ايام وانا نعسه في السبيطار الحسني. طلبوا لي السبيطار الحسني 125 الف خلص، مازال ما خلصتهاش. قال لي ما خلصتيهاش غادي ما نقبلوكش. ودابا ما عندي لا يدرس، ما لقيت لا حد الا حفظ الله. لقد ترسل له الفلسطينيين يشوفوا فيا عاونوني، انا ما عنديش غادي نروحني في السرقة. شكون كيصرف عليك باش كتشري الدواء؟ الناس الجوارين الناس، هما اللي كيشريو لي الدواء. دابا شنو كطالبي انت دابا؟ انا كنطالب يعاونوني شوية ويعاونوني باش نوقف الدار ديالي. طلب لي مليون و200 ما عنديش ولا غادي يخوني الدار. بالنسبه للصحه ديالك شنو قال لك الطبيب بعدا؟ شنو قال لك الطبيب؟ يعني تشللتي ما عندكيش الحل؟ قال لي يا عندك انهيار عصبي على العرق مبوشيلي. قال لي يا خاصك التحسنات والطبيب باش تولي مزيان، وانا ما عنديش باش نمشي ندوز طبيب اختصاصي. انا كنسافر دوك لما كنلقاتني ودي يديني للطبيب لا والو. انا كنطلبكم ترجعكم تعاونوني، الله يخلي لكم وليداتكم يعاونكم في التربية. عاونوني برخيص، لا حل والو، انا غير طلعت بالزق.